مرحبا بكم مجددا سيداتي سادتي في الفقرة الثانية من برنامج الآسيات 2014. هذه الليلة معنا السيدة لويزا حنون المترشحة لانتخابات 17 أبريل 2014. مرحبا بك مجددا سيدة لويزا حنون. كنا توقفنا في مراحل في عهدات عبد العزيز بوتفليقة الثلاث وتقييمك للأداء في مختلف هذه الفترات. في هذه الفترات قلت إذن العهدة الأولى ونصف العهدة الثانية كان التوجه كارثي، كانت على التصحيح الهيكلي المملى من قبل لفامي إلى آخره، لكن بعد ما استعدنا تأميم المحروقات في 2006 واعترف بفشل سياسة الخوصصة، كان تصويب جزئي ولكن بقات متناقضات. ونعود نكرر طبيعة النظام وطبيعة المؤسسات ما تسمحناش باش الوتيرة التنموية يعني تنطلق فعليا، لأنه هذا النظام هو اللي تسبب في انتشار المافيا نتاع المال والأعمال، الناس اللي يكونوا إمبراطوريات. حبيت نقول يعني بصفة موجزة في هذا الاقتراع تاع 17 أبريل، المواطنين الجزائريين عندهم ثلاث خيارات قدامهم: يا إما يستمر يعني الوضع القائم ستاتوكو، ربما يترقع شوية خاطر احنا ساهمنا في أننا طورنا الفكر السياسي. اليوم الممثلين تاع المرشح عبد العزيز بوتفليقة يتكلموا عن الجمهورية الثانية، صح؟ ويعني الإصلاح الدستوري تبناه العديد من المترشحين، وقضايا أخرى، مطالب اللي مثلا المترشح علي بن فليس اللي رفض مختلف الاقتراحات اللي درناها احنا كي كان رئيس حكومة، اليوم يتبناها بالنسبة للمنحة تاع الطلبة، بالنسبة للإغامي، بالنسبة لوقت احنا من 97 وحنا نناضلوا من اجله، حتى الحق في تاسيس النقابه تاع الشرطه اللي احنا منذ 2002 لما كان رئيس حكومه وحنا طارحينها، هما يقولوا لنا لا وهذا سي با بوسيبل وكذا. وقريب يعني المرحوم علي تونسي بعد ثلاث سنين وانا نتصل به قال خلاص الفكره عندك الحق، هذا عنصر نظام يعني، قال درك نديروها ولكن للاسف مات هذا جديد، قال انا مانيش ضدها ولكن قرار سياسي. يعني احنا ساهمنا حتى في تطوير الافكار هذه، وهذا الشيء مكسب ديجا في هذه الحملة رغم كل يعني البلطجة السياسية، رغم يعني التجريح وكذا، خطر على بالك اللي ما عندوش البرهان السياسي يولي يجرح. أنا شفت في يعني في كيفاش في الخطاب واحد يكتب شيء ويقول العكس، يحب يغلط المواطنين، واحد اللي ما يحملش كيتذكروا بالتاريخ نتاعو. لا، انت عندك تاريخ، انت حكمت، تحمل مسؤوليتك. كاين اللي صوب، رئيس الجمهورية صوب جزئيا ولكن ما جابتش النتائج بسبب طبيعة النظام، هو ما يقترحش تغيير النظام. رئيس الجمهورية ماهوش يقترح تغيير النظام. وحتى لما نشوف ايضا الاخر المترشح رئيس الحكومة الاسبق ما يقترحش في الواقع تغيير النظام، لانه ابنه على هذيك القطبية الثنائية تاع نحيو اللي هو اليوم في السلطة ونحطوا اللي يشاركوا في السلطة، هذه احنا كسرناها بالفعل في الحملة تاعنا، لانه بقوة الطرح نتاعنا وبالتواجد يعني كيفاش احنا عندنا مساحة واسعة وعاء كبير ما بين العمال والشباب والمتقاعدين والمزارعين صار كل هذوما يعني دعمونا. فهذا الشيء بين باللي حقيقة المرتبة تاعنا يعني كبيرة، يعني تفوقنا فعليا. وبالتالي الخيار الثاني، الخيار الأول إذن ستاتيكو غافيستولي شوية، بلك يتحسن، سمعنا الوعود ولكن ما هوش يعني قاطعة مع نظام الحزب الواحد. الثاني نفس الشيء، ما هيش قاطعة مع نظام الحزب الواحد، بعض الوعود ولكن يقترح التقهقر والانحطاط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي نفس الوقت قاعد يهدد في البلاد. أنا هذا شيء غريب، كيفاش واحد مترشح يقول للولاد تخافوا على ولادكم وعلى لو كان يكون تزوير، هذا شيء، هذا يعني تهديد بالموت. بوتفليقة خرج البارح عن صمته أكيد سمعت لا، هذا الشيء بالخطورة بمكان، بالخطورة لو كان العدالة مستقلة تفتح توتسويت تحقيق، هذا تهديد بالقتل. أنا ما نهددش، قلتها في الأول ونعود نكررها. وثالثا كاين الإمكانية عند المواطنين وهم على بالهم التحول الديمقراطي السلس اللي أنا نقترحه عليهم، باش يوم 17 أبريل يعني نرسموا ميلاد الجمهورية الثانية اللي هي استكمال لأهداف الثورة التحريرية، مش قاطعة، كاش قاطعة بين الأولى والثانية، لأننا نحافظ على المكاسب اللي هي في الدستور الحالي اللي هي في الجمهورية الأولى، ونتخلص من المتناقضات ومن النقائص، ويعني نحرر الشعب من نظام الحزب الواحد كليا، وننطلق في مسار سياسي ديمقراطي، نرجع الكلمة للشعب، هو اللي حدد شكل ومضمون المؤسسات اللي يحتاج لها باش يمارس سيادته بالكامل وباش تكون سياسات مطابقة لتطلعاته. يعني هاي ثلاث الخيارات اللي كاينة، هاي ثلاث خيارات، والشعب الجزائري واعي جيدا إذا كان عجبهم الحال بالوضع القائم فهم أحرار، إذا كان الأغلبية عجبها الحال فهي
حرة. أنا على يقين أنه الأغلبية ما تروحش للانحطاط، وإذا كان كاين الإرادة باش يتحول هذا الاقتراع إلى مسار يعني نعطيه له مضمون ثوري، على خاطر كاين التغيير اللي هو نحو يعني تقهقر كما في سوريا كما في ليبيا كما في كذا. هذه رجعية ماهيش ثورة، هذه ثورات مضادة. وكاين اللي قاعد يقترح على الشعب تغيير نحو الأسوأ، نعود نرجعوا اللور الانحطاط، ويجي تغيير بالمسار الثوري. تعرف ثورة الاجتماعية والسياسية هذيك ما تعبصش على قفلة ومن بعد تجيك ثورة. مسار في تونس جاء نهار صارت القاطعة، في مصر في البلدان الأخرى ثورات مضادة، ماشي كما ثورة تحريرية تبرمجلها وتمهدلها، هذه حاجة واحدة أخرى. أو يجي بمناسبة موعد انتخابي، أنه الشعب يقرر بالأغلبية أنه يستغل هذاك الظرف باش يعني يفرض التطلعات نتاعو. معناتها أولا المواطنين يروحوا ويمنعوا التزوير، خاطر الحقوق ما جبناهاش ما عطوهناش فوق طبق من فضة، دايما قدمنا تضحيات وتضحيات. الاستقلال جبناه 1.5 مليون شهيد، الفضاءات ب 500 شاب اللي ضحاو، وحفظنا على البلاد بعماماته 200 ألف، يعني كل شيء، وحتى المكاسب الاقتصادية اللي تكلمت عليها التصويبات بالنضالات، لأنه إحنا ما يأسناش والعمال ما استسلموش والشباب أيضا. وبالتالي اليوم إذا كان الشباب حابين تكون سياسة اللي تخدمهم مناصب شغل قارة، لأنه أنا في البرنامج تاعي يعني عطيت لهم الدليل باللي نجمون خلقوا 3 ملايين منصب شغل قار. بالضبط سيدنا. نعم. هذه الفقرة مخصصة لبعض القضايا الاقتصادية. نعم. لكن قبل ما نطرق لها أدعوك لمشاهدة بعض أسئلة المواطنين وندمجوها من بعد في بعض الأسئلة اللي نتوجه لك بها. نعم. حاجة برك يا أخو، إذا تم ترشحت للرئاسيات وشاح دربك في أزمة الساكن، بيسكم جميع رئيس طلع لها ما حلاش قاع هاد العفسة هادية تاع الساكن. وش راح تقدمي الشباب الجزائري؟ مرأة فحلة تخدم، يعني بارابور الجزائريون لازم راجل يكون راجل، فهمتي؟ هي لبس بها وإن شاء الله تكون تخدم الجزائر هذه وقد المسؤولية. صحيتي والراجل هو صح، دور سمعت تولي للراجل هو قد المسؤولية. لو كانت تولي بريزيدانت وش راح ديري للمرأة الجزائرية؟ سؤالي وش راكي ديري؟ باسكو منين شفا أنا حياتي بونا ما تبعش بزاف بوليتيك، منين شفا شغل ما كاين والو، غير تهضروا في الفيد غير ديروا غير هكذايا، والبلاد تمشي شغل ماش تمشي هي في الاصل. انا فورمو البلاد هذه ماش تمشي، راهي مبلوكي حابسه، الناس عم يتطوروا وراهم يافونسيو وحنا حابسين في بلاصه واحده. كوسوسوا لويزا حنون ولا كاع هذوما. السيدة لويزا حنون هذا اختيار الياتوار، اختيار بريء لبعض المشاهدين. إذا سمحتي لي نضيف لك سؤال حتى تكون عندك متسع، جاوبي لي على أسئلة المشاهدين وسؤالي أنا. كل المترشحين يتناولون نفس العناوين تقريبا، العناوين الكبرى، العدالة الاجتماعية، مكافحة الرشوة، لكن عمليا وهذا جوجوان بو اللي كان يسألك على السكن واللي يسألك على عمليا بماذا ستقوم لويزا حنون للاستجابة لكل هذه المطالب التي هي كبيرة وكبيرة جدا؟ أولا أنا مثل ما قلت ما لازم لا نسودوا الصورة ولا نزينوها. أنا مانيش من المتزلفين ومانيش من اللي عرضوا من أجل المعارضة. أنا ما تحركنيش لا أطراف داخلية لا مصالح هنا تاع مافيا ولا على ذيك. أنا نقول الحقيقة، شفت ذاك الشاب آخر المتدخلين يعني يائس، قطع الياس، حط صورة مظلمة. لكن الشباب خاصة منذ 2011 سي با فري انتزعوا، كاين فئات كبيرة اللي انتزعت حقوق مؤقتة ماهيش حلول دائمة، الطلبة الجامعيين اللي داروا إضرابات وفرضوا يعني الرأي نتاعهم والمطالب نتاعهم وانتزعوها وحنا دعمناهم، لأنه السبب نتاعها نظام الألم دي بالطريقة الفوضوية وباش ما تكونش عندهم شهادات هشة. شفنا الإضرابات
الرغبات في مختلف القطاعات. العمال انتزعوا زيادة في الرواتب بصفة متفاوتة وفوضوية على خطر ما تبدلتش السياسة الاجتماعية، السياسة على الأجور. وأنا في البرنامج تاعي نقترح أنه تكون سياسة جديدة متجانسة تحترم سلم القيم لشال دي فالور، وأنه يكون السلم المتحرك للأجور وللروابط للمنح يعني لشال موبيل دي سالير اي دي بانسيون اي دي روتريت. فهذه إجراءات، هذا الشيء إجراءات يعني باش ندستروها باش نشرعنوها باش من بعد نطبقوها في أرض الواقع. صحيح كاين فئات اللي مازال الدولة ما اعتنتش بها، صحيح مازال كاين بطالة، صحيح مشكل السكن كاين، ولكن في نفس الوقت ما نجموش كمان نتجاهلوا المجهودات. أنا نقولها بصريح العبارة، ما كان حتى بلاد في العالم عندها سياسة على السكن كما موجودة عندنا، سورتو ملي تفاقمت الأزمة على النظام الرأسمالي بهذا يعني يعني القوة في 2008 كل البلدان يدمروا في السكن الاجتماعي. احنا في بداية الألفية كان عندنا 25 سكن لكل بلدية، الوقت احنا الأغلبية الساحقة كانت تعاني من الضيق ومن ما كانش مشكلة السكن. اليوم كاين أزيد من 350 وأكثر وبعشرات الألاف والمشاريع، معناه كاين بيان سور سياسة لكن كاين تراكمات تراكمات. فأنا ما نكرش الشيء اللي دار، بصح كاين تلاعبات أوسي، وأنا نقول باللي سكنت اللي هي فارغة مثلا لازم تسخيرها، تسخيرها وتوزيعها لا ريكيزيسيون. هذه ما دولة رأسمالية ديرها، كاين سكنات شاغرة اللي مازال ما توزعتش لازم تتوزع، وباش ما تكونش فوضى باسكو علاش ما يوزعوهاش أوسي، خايفين كل ما ينشروا القائمة تاع السكن تقوم القيامة، باسكو الناس بزاف طال انتظارها، اللي سنى 20 سنة سكن واللي سنى 30 سنة واللي سنى 14 سنة هو والوحدة وشاب وما تزوجش وكذا، دونك هذا الشيء غير مقبول. فكاين كاين أنا إجراء اللي اقترحناه في المجلس الشعبي الوطني والنواب تاع الأغلبية ديما يرفضوه، وهذا رئيس الحكومة المترشح أيضا الحكومة تاعو رفضته، أنه تكون مساعدة على الكراء. في فرنسا كاين ليدو لويي، مساعدة على الكراء، درك ناس عندهم إمكانية يتحصلوا على سكن اجتماعي أو ترقوي، الأخرين يستناو ما وصلتش دالتهم باسكو باش تبني سكن ماشي ترقد وتنوض تلقاه موجود. وهذا يشترط حتى أننا نعاود نفتح الشركات اللي تغلقت تاع البناء، باش ماشي غير الشركات الأجنبية ولو في إطار 51-49 ما نخلقوا بها مناصب شغل أون ميم طون. صح في الأشغال العمومية 52 شركة اللي تعاود تفتحت، كاين مئات ومئات اللي تغلقت، دونك هذه معناه انه نعودوا نمنحوا حسب بيان سور الدخل تاع كل واحد سي اون فونكسيون دي ريفينو، باش هذاك الانسان يصبر يروح يكري عند البريفي يصبر كي تجي دالته في السكن يروح ينتقل للسكن. الشباب نبنيو دي ستوديو لازم يتزوجوا ويأسوا عائلات، كاينين اللي سنوا 45 سنة و50 سنة ما كانش سكن ما يتزوجوش يخطب يقعد يستنى 10 سنين، سي با بوسيبل، هذا الشيء غير ممكن. دونك باش تكون سكنات دي ستوديو بعد دي دو بياس، باش واحد يتزوج ومن بعد يكون عنده دراري ينتقل دو بياس تخوا بياس، يعني يكون عنده مشروع قدامه كما مديونا في البلدان المعاصرة وين كاين غيالمون دي بوليتيك سوسيال. حنا فوضى عارمة، كاين استثمارات عمومية كبيرة ما ننكروهاش، وعلاش نكذبوا على أرواحنا كاينة، ولكن طبيعة المؤسسات هي اللي مش مليحة اللي ما سمحتش باش الصورة تتوضح وباش الوتيرة تتعجل وباش الناس تصبر. كي تعطي الواحد منحة على الكراء يصبر، يقدر يصبر يصبر سنتين ثلاث سنين حتى تجي دالته. وباش نخلقوا أيضا منشآت، شباب راح يتنقلوا من ولاية لولاية باش يبحثوا على مناصب الشغل وما عندهمش وين يباتوا، ما يقدرش يكري في لوتيل سي با بوسيبل، ما كانش لي بانسيون، يخلقوا دي بانسيون دي ميزون دي سنتر داكوي فيهم دي بونسيون دي بونسيونات دي بونسيونات. ان جون يروح يكري يروح يكري عنده سا شومبر اي تو سا، وميم اون جون طفله تنجم تروح تكون سيكوريزي. هذه فيما يخص السكن، يعني كاين الاجراءات نكملوا في المشاريع تاع السكن حتى نغطيو العجز، مي دون لانتيرفال دون لانتيرفال في انتظار ذلك اجراءات انتقاليه اللي تحبس الضيق على الناس يعني ترجع لهم السكينه. فيما يخص الشباب تكلمت على السكن، عقود التشغيل، شباب يعانيوا من الهشاشه ومن البطاله. كاين بيان سور هذه المشاكل تاع لونسيج لونجيم تاع البري امبلوا تاع في كل الولايات بارتو. المشكل في لانام في الوكاله تاع التشغيل، كاين اعوجاج في الاشتغال تاع الفونكسيونمون تاعها، معناتها دي جون يروحوا باش يسجلوا روحهم في لانام كشرط باش يلقاو مناصب شغل يوجهوهم فيما بعد، يروحوا لتم يوجهوهم قال لي شركات نوتامون في الجنوب شركات الاجنبيه، يروحوا
يروحوا هما يتقدموا يديروا هذاك الاختبار، يديروا الامتحان، ما ينجحوش يسون غوكالي ولا باسكو الشركات الاجنبيه يتلاعبوا يروحوا يجيبوا دي زيترونجي ولا هذاك لو جون او يخرج يبقى بطال، ولكن الوكاله الوطنيه لانام اي محاتو دونك ما يبقى مسجل من بين البطالين ما يبقى دونك هذا سي غراف، هذا تلاعب يعني هي فوالا يلقى روحو دون لا ناتور، هذا اللي يحكموا الضيق لو ديزيسبوار يحكموا ايفيكتيفمون لا ديتريس تحكموا ما يلقى اوكون بورت. وقال نديروا ديرنييرمون قال اجراء كي الشباب ناضوا كل شيء في الجنوب وهكذا، قال مناصب الشغل الا للشباب تاع الجنوب، مي سا سي دانجورو. Je comprends la préoccupation, on a fait ça, mais c'est dangereux. Il خلق الانطواء على الذات، يخلق يعني الجهوية، انغلاق الجهة على نفسها، فوالا الانغلاق على الذات. او كونترير يفوت تخلق مناصب شغل في كل مكان، كيما زمان كانت عندنا لاندستري وكذا تاع الجنوب يطلعوا للشمال، تاع الشمال يروحوا للمحروقات باش هكذا اللحمة الوطنية تتقوى. فواش صبح ان جون من أضرار عنده شهادة تطابق مع واحد المنصب مجدود في تمرست وما كانش موجود في تمرست هذاك، ما كان حتى شاب عنده هذيك الشهادة، يروح باسكو تقنية مدققة يعني دقيقة، يروح لتم إبا الشباب ينتفضوا يروحوا قدام الولاية. شوفوا واش نخلقوا، كيفاش نخلقوا اعوجاج دي دانجو دانجي، لا نخلقوا مناصب. الشركات الأجنبية ما تحترمش التشريعات الوطنية والدولة ماهيش تتدخل بالقوة، سافدير حنا أنا عندي الجرأة باش ندير الإجراءات، ماشي برك هذيك تاع فغيمون الإجراءات الردعية باش هاد الشركات تفهم باللي يا إما تطبق التشريعات الوطنية تكون عقود تشغيل حقيقية والحماية الاجتماعية والحق في التقاعد يكون كل شيء، باسكو هذا الاستغلال الهمجي في لي باز في تاعنا في الجنوب غير مقبول. هذه من ناحيه، اسمح لي لانساج ولانجام، هذا حتى المسؤولين يعترفوا باللي هذا حل مؤقت، 10% ينجحوا والباقي كل يفشلوا، باسكو ما نقدروش نحولوا لي مليون دو شومور parmi les jeunes en patron كلهم en chef d'entreprise، لا سي با سيريو، ما نديروا اقتصاد تاع لي كيوسك تاع الاكشاك، اقتصاد هذا تاع الحروب، نو الصناعه ثقيله، صناعة ثقيلة نقوي ونزيدو، كاين مشاريع وكاين استثمارات نزيدو نفتحوا المؤسسات اللي تغلقت. أنا بيردو 1,200,000 أمبلوا لما تغلقت 1500 مؤسسة عمومية، تعاود تفتحت زيد من 200، لكن لكان نكملوا هذا المسار نكملوه، وأنا يعني نقول بلي لازم نكملوه، نرجعوا مئات الألاف من مناصب الشغل. كذلك خسرنا أموال كثيرة، تطهير الديون، إعادة، نعم نزيدو باسكو باش نرجعوا العجلة تاع الاقتصاد تاع التنمية عوض نسناو ديبوتيتيك استثمارات خارجية، هما في أزمة خانقة قاتلة راح يجيو يستثمروا، هما جايين من لحيت وبخر له، يستناو نعطيو لهم القروض من البنوك تاعنا ونعطيو لهم المؤسسات الهياكل كل شيء، نعطيو لهم تاع المؤسسات اللي تخوصت أو اللي تغلقت وندير لهم كل التسهيلات، وليد العاملة تاعنا رخيصة تسمى مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، ويجيو يزيدوا يخرجوا الأرباح تاعهم، سي با نورمال، يجيبوا دراهمهم ويستثمروا. احنا مؤسساتنا لما كانت موجودة سياسة الصنيع كانت النسبة تاع الصناعة 18% في الناتج الداخلي الخام، يوم هبطت ل 5%، كاين مجهودات انا ما ننكرهاش في خاصة دوبي 2009، ولكن لازم الوتيرة تتعجل، لازم الوتيرة الفلاحة، كاين دعم تاع الدولة غير كافي، الولايات المتحدة تدعم زراعتها، اوروبا تدعم، حتى احنا ندعمو، لكن هذا يتناقض مع الاو ام سي ويتناقض مع اتفاق الشراكة ويتناقض مع لازالي منطقة التبادل الحر العربية. على هذيك انا نقول باش نحميو الانتاج نتاعنا ونخلقوا مناصب الشغل، عندنا عجز في المرافق العمومية، الصحة، التربية الوطنية، الاكتظاظ، خلينا من الإصلاحات المضادة اللي استوردوهمنا من الخارج اللي لازم نفتحوا حولها نقاش حقيقي باش نصوبوها، باش نصوبوها. لماذا عندنا عجز سيد لويزة حنون بالرغم من هذا الشيء اللي ما يفهموه الشعب، إمكانيات دولة كبيرة ورهيبة. نعم. أنت زرتي الجزائر، نعم، كما نقولوا احنا دوار بدوار، إيه؟ وشفتي في بعض البلديات مظاهر فقر وسوء تنمية فظيعة، صح، بالرغم من أن الدولة غنية وعندها إمكانيات. ما عندناش وزارة تاع التخطيط نحات، وجوستومون هذا الشيء أنا ألحيت عليه منذ بداية الحملة، وزارة تاع التخطيط باش نحددوا الأولويات ونديروا القاعدة تاع التمييز الإيجابي، لا ديسكريميناسيون بوزيتيف، تكون عندنا صورة واضحة شكون البلديات شكون الولايات اللي عندها الأولويات، أولوية باسكو عندها عجز في التنمية ما عندهاش موارد كافية، نديروا سياسة جبائية اللي يعني تتلائم هذا الشيء، تتماشى معاه، تتطابق معاه، نديروا ضريبة على الثروة بالنسبة للأغنياء الجدد، هذه هي الجمهورية
الجمهورية. اللي عنده يربح بزاف هو اللي يدفع بزاف. هذا ضريبة على الثروة، نمبوس على فورتون. ديروا نظام المعادلة، السيستم دو بيريكواسيون، ماشي الانتر كوميناليتي فورسي ولا ديموكراسي بارتيسيباتيف في إطار التقشف. لا بالعكس، ديمقراطية العهدة، نعطيو لي بريروغاتيف، نعطيو الوسائل المنتخبين المحليين والبلديات نجهزوها، نجهزوها بكل المرافق العمومية. أنا نقترح أنه نضاعف عدد البلديات والولايات، أو موان، جو دي بيان أو موان، باسكو شوف فرنسا، المساحة تاع بلادنا خمس أضعاف فرنسا، في فرنسا 36 ألف بلدية، حنا عندنا 1541، كنا 9 ملايين نسمة بعد الاستقلال، 40 مليون، اليوم كومام لوغمامون ربع أضعاف، ربع أضعاف، على الأقل، مي أنا قلت له دوبل سيتي لو دوبل، نبداو بلو دوبل صافدير دوبل تاع مناصب الشغل، وتتحسن المرافق العموميه والخدمات العموميه، وتتقرب الاداره من المواطن. علاش جايه البيروقراطيه؟ ظروف العمل والرواتب تاع الموظفين زهيده مش مليحه خلاص، ثم الخدمه بزاف عليهم، الخدمه بزاف عليهم، تراكمات على هذيك كاين وصل البيروقراطيه والمحسوبيه والرشوه والفساد. كي نحسنوا ظروف المعيشه تاع الاسلاك المشتركه تاع الموظفين تاع البلديات تاع المرافق العموميه، ونفتحوا المناطق الصناعيه اللي كانت اللي تغلقت ولات مقابر بسبب التصحيح الهيكلي، انا ذاك الحياه ترجع، الثقافه ترجع. اذا كان نستثمر اليوم في السياحه، عندنا امكانيات رائعه، ما كانش منطقه تروح لها وما تلقاش روائع فيها وتحف، وتلقى فيها يعني الاثار الرومانيه وتاع مختلف الاحقاب يعني، هذه نستثمروا فيها. صحيح كاين الحق قفزه نوعيه في القطاع تاع الثقافه في السنوات الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ولكن غير كافي دعم دولة، الميزانية صغيرة. إذا كان نسمح للطاقات الثقافية أنها تنفجر، وهذه الثقافة نحطوها قطاع استراتيجي في الدستور ونرجعوه حق دستوري، والسياحة حق دستوري، السياحة الشعبية، إيبا سافدير الشبكة تاع الفندقة نوسعوها. أنا كيفاش رحت من وانزا رجعت لقالمة باش نبات، باش نبات، وللوندوما ماتان عاودت رجعت رحت لسوق هراس، باسكو ما كانش ميم با اوتيل واحد في سوق هراس، سي با بوسيبل. هاد الشبكات على الفندقه لازم نوسعوها على القطاع العمومي والخاص، هذه تخلق مناصب شغل وتخلق ثروه متجدده وتسمح للناس باش حياتهم تتحسن. وهذه تتطلب ديزيكول، يعني ديزانستيتيو دو فورماسيون كيما المناجم. درك استعدناها، كاين استثمارات، هذه راح تخلق عشرات الاف مناصب الشغل. استغلال الغاز الصخري، القانون اللي صوتنا عليه وحنا نضلنا من اجله على عكس النواب تاع الاغلبيه اللي قريب طيروه، هذا يعني مكسب كبير، هذا اللي راح يخلق لنا مئات الاف مناصب الشغل وعشرات وعشرات المدارس. لكنه معارض من طرف الكثير من المدافعين عن البيئه ايضا. لا لا لا، هذه ماشي قضيه تاع البيئه، كاين اللي عن جهل يقول باللي يهدد البيئه، ولكن لما يقرا القانون ولما يستمع للوزير ويشوف باللي كل الاجراءات تم اتخاذها، لو كان جا صح يقيس البيئه ما كانوا استغلوه في الولايات المتحده وكندا وبلدان واحده اخرى، بولندا وايرلندا على ما اعتقد، وحتى فرنسا راهي تتوجه، نو راهي توجهوا، مام فرنسا راهي يخموا درك يستغرجوه، باسكو احنا الامكانيات اللي عندنا، الاحتياط اللي عندنا اكثر من تاع الولايات المتحده. اون فيغيتي اللي هما رافضينه سي ماذا بهم الولايات المتحده تبقى هي الاولى، احنا ما نديروش هذيك الانطلاقه. سامحني باش نكمل على الشباب. نعم. على الشباب دونك السكن، الحقوق نتاعهم في الترفيه، في الرياضه، في كل شيء. نعم. في الثقافه يعني، لكن هما المعاناه نتاع الطلبه الجامعيين، تكلمت على نظام الالم دي، الطلب نتاعهم انه يكون عندهم الحق يختاروا ما بين النظام الكلاسيكي والالم دي اللي تم استيراده في 2004 بطريقه عشوائيه. يعني الا سارد وجاب يعني العواقب تاعو وخيمه جدا، دمر الشهادات، ازيد من 1000 شهاده ليسانس وما تصلح لحتى شيء. واليوم احنا عندنا فئه من الطلبه تاع الدي او اي ا هادو، يعني شيء عجب، كيفاش تفتح شعبه في الجامعه يروحوا يقراوا فيها الطلبه، وكي يخرجوا تقول لهم الوظيفه العمومي ما يقبلكمش. حتى الوظيفه العمومي يجب اصلاحه، لانه هو اللي احيانا يمثل العائق، بل في غالب الاحيان هو العائق، يعني كاين يعطل المسيره نتاع. صحيح ان الوسائل، صحيح كذا، مناصب الشغل شاغره، مناصب الشغل تنشات في 2011 ما زالت فارغه، وعلاش؟ ما كانش تخطيط، ما كانش مراقبه، ما كانش كذا. قرارات تاع ترسيم مناصب شغل مؤقته، تحويلها الى مناصب دائمه، اعلن عنها منذ سنتين، ما زال ما تجسدتش الى غايه الان، في قطاع الصحه، في قطاع التربيه، في قطاع التعليم العالي، مختلف القطاعات. اذا سمحتي لي سيدة وليدة حنون، يعني مازال، لانه عندنا الفقره الثالثه فيها مجموعه من الاسئله ممكن المرأة. المرأة انا جاوبت على المرأة من خلال الحصه، برك كلمه على المرأة العامله،
قبيله. انا تكلمت قبيله على الاتفاقيه 188 تاع لويتي. كاين الاتفاقيه بلادنا صادقت على الاتفاقيه 03 مباشره بعد الاستقلال، الراحل الرئيس بن بلة هو اللي صادق عليها، اعطات حقوق للمراه العامله باش تحميها، تحمي الامومه نتاعها. لكن توجد اتفاقيه واحده اخرى تاع سنه 52 هي الاتفاقيه 103، هذه ارقى أرقى، تحمي فعليا الطفل والأم، المرأة العاملة، وتحمي العائلة العمالية. احنا في ظرف عالمي، خاصة منذ 2000، منذ سنة 2000، منذ الرئيس كلينتون راح لجنيف بمناسبة الجمعية السنوية نتاع لويتي ومارس ضغط باش يكسروا الاتفاقيات اللي كانت تقدمية وكانت تكرس حقوق العمال النقابية الاجتماعية الحماية نتاعهم إلى آخر. قال لهم لازم يعني يكون تراجع، بدأ يكون تراجع، كاين تراجع. ولكن أنا أعتقد أن الجزائر اللي شاركت فيها المرأة يعني ند للند مع الرجل من أجل الاستقلال ودفعت ثمن باهظ، هذه تستاهل باش اليوم تطبق تصادق على هذه الاتفاقية 103 وباش تحمي المرأة من التحرش. جميع يتكلم عن التحرش الجنسي وكذا، منين يجي التحرش؟ يجي من هشاشة الشغل. لما مرأة تكون تخدم بعقد تشغيل هش ما تقدرش تدخل في النقابة، ما تقدرش تدير سياسة، وإحنا هذا الشيء يعني عانينا من والمناضلات تاعنا عانوا منه، وبالتالي ما تقدرش تمارس السياسه باسكو ساعات العمل ماهيش قانونيه. وعلى هذيك انا نقول اليوم لازم تكون القاطعه مع هذه الهشاشه، حمايه المراه. كاين اللي تكلموا على الصندوق نتاع المراه المطلقه اولادها، بصح هذا شيء ايجابي، ولكن قبل ما يتكلم عليه ما يطرق ليه رئيس الجمهوريه الحالي والاخر اللي كان رئيس حكومته ثاني المترشح الاخر وقال باللي ها سرقها لي ولا ما نعرفش هو ولا اي دوغ دوتور. لا كفى، هذا مطلب تاع النساء، تاع الحركه الجمعويه النسائيه منذ بدايه الثمانينات، وانا كنت فيها من بين المطالب الاجتماعيه. المطالب الاجتماعيه كانت المطالب السياسيه المتعلقه بقانون الاسره اللي انا شرحت بكل يعني مطلب وضوح. مطلب قديم عنده قلت لك من بدايه الثمانينات، لانه كانت المطالب السياسيه المتعلقه بالغاء قانون الاسره، البعض كان يقول تعديل والبعض الغاء، ولكن توحدت المواقف بعد اكتوبر 88 وطالبنا جميعا بالالغاء وما زال الى غايه الان، وانا موقفي في هذا الشيء يعني واضح. شكرا. انا موقفي واضح، ولكن الجانب الاجتماعي التكفل بالاطفال والمراه ايضا، لانه المطلقات مشردات بسبب قانون الاسره. وحتى هذيك المنحه تاع العائليه عيب، والله الا عيب. كمان في المجلس الشعبي الوطني قداش اقترحنا عليهم باش نزيدوا وهما يرفضوا، فاليوم هذا الشيء لازم يتوقف. كما قلت دراهم كاينه وعيب علينا. منحه العائليه عيب ومنحه الطلبه عيب. عيب. سيد الوزير حنون، بقاو لي بعض النقاط في الجانب الاقتصادي لكن مش ممكن نتناولوهم في هذه الفقره. موقف من اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، يعني والله كل نقطه معاك المفروض لها حصه، لانه فعلا نقاط مهمه وعميقه. الانسحاب من اتفاق من منظمه التجاره العالميه، من المسار، توقيف المسار يعني ما دخلناش، كنا ندخلوا صباح كارثه. صح. فقرتنا المواليه ومحطتنا الاخيره سنعرض فيها بعض مقاطع الفيديو على ضيفتنا السيده لويزا حنون، لكن بعد الفاصل.